وللحديث أكثر عن هجمات الميليشيات الموالية لإيران على المصالح الأمريكية التي وصفها معهد واشنطن بأنها دعائية، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أستاذ محمد، مرحبا بكم. يعني إلى أي مدى تتفق مع ما توصل إليه معهد واشنطن من أن هجمات الميليشيات بالكاتيوشا عبارة عن هجمات دعائية ترويجية وأيضا وصفها بالمزيفة؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. أهلا بك سيدي. يعني هذا التقرير سيدي تقرير مهني وتقرير صحيح، وهذه الهجمات اليوم أصبحت حقيقة هجمات دعائية، هجمات تحاول هذه الميليشيات، يعني الرسالة من هذه الهجمات هي ليست للقوات الأمريكية بقدر ما هي رسالة إلى العراقيين أنفسهم، محاولة إثبات وجود، محاولة إبلاغ الحكومة العراقية زائدا الشعب العراقي بأننا موجودين وبأننا نستخدم السلاح بغض النظر عن القوانين الموجودة والدستور والقوات الأمنية التي الموجودة. فهذه الرسالة سيدي الكريم هي أكثر ما تكون إلى الشعب العراقي بسيطرة هذه الميليشيات وهيمنتها، وإنها قادرة على أنه تتصرف تصرفات تخرق القوانين الدولية باستهداف البعثات الدبلوماسية واستهداف مصالح حتى قوات التحالف، أكثر مما هي رسالة إلى القوات الأمريكية. ولو كانت تريد أن تبعث حقيقة الرسالة وتستهدف القوات الأمريكية فهنالك قواعد وهنالك أمريكان متواجدين في أكثر من قاعدة يستطيعون استهدافهم استهداف مباشر، لكن جميع هذه الاستهدافات وهذه الصواريخ إما تسقط في محيط المعسكرات ومحيط السفارة وإما تسقطها منظومة الدفاع الموجودة في السفارة. لكن أستاذ محمد، يعني قادة الميليشيات لا يتركون مناسبة إلا ويتوعدون فيها الولايات المتحدة، كيف يمكن أن نفهم هذا الخطاب إذن؟ يعني سيدي الكريم هذا أصبح خطاب إعلامي للاستهلاك الإعلامي، أصبح خطاب يعلم به جميع العراقيين أنه خطاب غير حقيقي وخطاب غير واقعي. الأمريكان وضعوا خطا أحمرا لهذه الميليشيات عندما قتلوا متعاقد أمريكي، تم قتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، الرؤوس أكبر رؤوس لهذه الميليشيات في المنطقة، ولم يكن هنالك يحدث لا رد من إيران ولا رد من هذه الميليشيات حقيقة رد حقيقي ضد القوات الأمريكية. الأمريكان وضعوا خط أحمر، وإلى الآن نحن نشاهد بأن هذه الميليشيات منذ قتل قاسم سليماني وحتى الآن لم تتجاوز هذا الخط الأحمر، لم تضرب حقيقة موقع حقيقي تتواجد فيه القوات الأمريكية. أستاذ محمد، تعتقد أن الحوار بين الكاظمي وواشنطن تعقد بسبب هجمات الميليشيات على القواعد الأمريكية؟ يعني ما الذي كانت تنتظره الولايات المتحدة من الكاظمي في خطوات جادة تجاه الميليشيات؟ يعني سيدي كانت هنالك إدارات وكانت هنالك ناس متنفذين ومعاهد في أمريكا نشرت من يعني بحوث وتقارير على أن هذه الحكومة حكومة مصطفى الكاظمي قد تكون هي حكومة ضد الميليشيات وقد تكون تحد من المصالح والنفوذ الإيراني في العراق، لكن حقيقة الوضع اليوم أصبح وضع واضح جدا بالنسبة للأمريكان. الأمريكان أصبحوا يعلمون جيدا بأن هذه الحكومة انحنت للميليشيات وانحنت للإيرانيين، لذلك تجد بأنه تم إلغاء السفر إلى السعودية، وحتى الآن لا يوجد موعد للسفر إلى السعودية. من المقرر للكاظمي أن يزور واشنطن هذا الشهر، لكن إلى الآن لا يوجد هنالك موعد لهذه الزيارة، ولا توجد حتى دعوة رسمية من قبل الجانب الأمريكي لمصطفى الكاظمي أن يزور أمريكا. هذه الحكومة سيدي الكريم فقدت جميع أوراقها كونها سمحت للميليشيات أن تعمل أو أن تنهج هذا النهج، وهي حقيقة سيدي حكومة جاءت بها هذه الميليشيات وجاءت بها هذه الأحزاب الفاسدة، لكن حاولت في فترة معينة ليست بالطويلة أن توهم العراقيين وتوهم حتى المجتمع الدولي بأنها قادرة على مواجهة الميليشيات، لكنها منذ أول مواجهة مع ميليشيات حزب الله تراجعت وسقطت. ولا أعتقد سيدي الكريم بأن هذا الحوار سوف يكون في صالح العراق وليس في صالح هذه الحكومة إن حدث. أستاذ محمد، تعتقد أن الكاظمي باستطاعته كبح جماح الميليشيات التي من المفترض أنها تحت إمرته، هل يستطيع ذلك؟ لا سيد الكريم، الكاظمي اليوم واضح جدا أنه اصطف مع الإيرانيين من خلال زيارة ظريف ومن خلال زيارته إلى إيران، مناداته لخامنئي بسيدنا
كانت زيارة فاشلة جدا على جميع المستويات بالنسبة للمجتمع الدولي، زيارة خيبة أمل حتى الشعب العراقي، هنالك جزء بسيط من الشعب كان متأمل في هذه الحكومة أن تكون ضد هذه الميليشيات وتحصر السلاح بيد الدولة، لكن هذا لم يحدث. ما نشاهده اليوم أن السلاح منفلت، وأن هذه الميليشيات أصبحت وصلت إلى قتلت المتظاهرين كما حدث مع الحكومات السابقة، تضرب المصالح الأمريكية، تهدد البعثات الدولية، عمليات خطف وعمليات قتل للعراقيين. فلا أحد يعتقد سيدي بعد اليوم أن مصطفى الكاظمي وحكومته سوف تكون قادرة على أي مواجهة مع هذه الميليشيات. يعني هل ما زالت أستاذ محمد النظرية القائمة التي تتحدث عن أن العراق يمكن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين أمريكا وإيران؟ يعني سيدي الكريم، اليوم العراق يعتبر في الجانب الإيراني، واضح بأنه المجتمع الدولي اليوم يتعامل مع العراق وسوف يتعامل مع العراق على أنه حليف لإيران، فلذلك أنه قضية تصفية الحسابات هذه قد يكون مصطلح مخفف جدا. لا، العراق قد يكون ساحة حرب للإيرانيين مقابل الأمريكان، فتصفية الحسابات سيدي هذا مصطلح خفيف. نعم. العراق اليوم الميليشيات الإيرانية تريد منها أن يصبح ساحة حرب ضد الأمريكان، لذلك تجد بأن هنالك في يوم أمس عمليتين في 24 ساعة ضد القوات الأمريكية. الغاية من هذه العمليات هي جر الجانب الأمريكي إلى أن يخوض معارك ضد إيران وضد ميليشياتها في الداخل العراقي. من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوز اللامي، شكرا جزيلا لكم.